مكياج ولبس تنظيف بيت وطبخ عشان تعرفي شطارة اختك تقبشي. ايه بعرفه، بدك تقولي لي حبيبي. دخلك، هو اجت امك ساعدتك ولا ليش؟ من امتى امك كانت تمد ايدها على الاكل؟ لك حتى وقت كانت تعمل عزايم، يا تطلب اكل جاهز يا تشغلنا قبل باسبوع. هاتي لشوف شو بدك ساعدك. ليكي كل شيء جاهز، بس اذا بدي اخذي هاي الصينيه لبين ما انا اسكب الابره ورجعي لعندي. يلا لسه فينا اسكب المحاشي واخذ الصحون. يلا يلا. قولوا له العظيم حبيبي. لك قصي، انت مو ناوي تنتج لك شيء مسلسل؟ لك شو انتج مسلسل؟ فكر كلمه الانتاج هيك سهله؟ الشغله بدها مصاري. وين خالص اخوك؟ ها ايه، انا مشان هيك اليوم جاي اقعد معك لندردش بهالموضوع. شو عم تحكي؟ ايوه. خلص انا شو بدك اعمل؟ امور يعني هلا الواحد اذا حط له كم مليون بيعمل له شيء عمل خفيف نظيف؟ ايه طبعا، بس حسب الميزانية بنعمل العمل. حلو الكلام.